بس امشي بقى كده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله عارف هذا يا جماعة شكل المنشية خالص الموسكي ده كأنه المنشية عندنا. الزنقة. السلام عليكم. السلام عليكم. كده العتبه وكده المسك. لا مستنى اخويا. تعالي كده شويه عشان هو يبان. تعالي كده. السلام عليكم. يلا شكرا. لا ده ما فيش حين بيلبسوا طربوش. هو في حين بيلبسوا طربوش؟ يلا هتاخدي الشاي بتاع الراجل كمان. شكينا الله يكرمك. هي كل الحاجات دي موجوده عندكم؟ اشتغل اهو كده بيصور. المحلات دي زي اللي عندنا في على الطريق. كل المحلات دي اسمها الموسكي. المعز
يا جماعة ده فرحات احسن واحد طبعا هنا في الازهر. عايز اقول لكم ان احنا خدنا كنا شويه وهنتدربوا في الشارع كنا بنجري بيجرونا نزلة جرينا. ده الحمام المحشي في الازهر اسمه فرحات هجوم عليها في شوربة الحمام. ادي المخلل بقى السلطة والحاجات ديت عيش. بيقول لك ان احنا كنا بالضرب احنا عايزين بره المحل هناكل ده وبعدين هيجيبوا لنا المشوي من دول كمان ونعمله زي الاكيل هندوق بس شويه شوربه سخنه. لا ازمه مش قصدي على المنهج بقى هو عشان محروم سهل وكلام من ده فاهم. انا عايز اقول له استنى طيب ماشي يا ست. هدوم قبل عشان نعرف ان احنا هناكل بس.